اليوم وقعنا ثلاثة وسبعين اتفاقية اتفاق مشروع منتج مغربي يخصو يعوض داكشي اللي كان استوردو في هاد السنوات الأخيرة. خذنا من المجموع اللي كان استوردو سنويا 183 مليار ديال الدرهم، حاولنا أنه نلقاو يعني مستثمرين مغاربة اللي غادي يبغيو يواكبونا باش يمكن هادشي اللي كان استوردو نجيو فيه. اليوم هاد 73 ديال الاتفاقيات اللي وقعنا تجاوزنا 34 مليار اللي كان هو الهدف، حنا تمناو ان هذا الهدف نوصلو دابا 6 شهور او عام. الحمد لله اليوم تجاوزنا، وصلنا 35.5 مليار ديال الدرهم ديال داكشي اللي كان استوردو اللي غادي يتصنع في المغرب. اولا، ثانيا كان عندنا هدف ثاني وهو تصدير هذا المشروع ديال 17 مليار ديال الدرهم سنويا. وصلنا 50 مليار سنويا ديال التصدير اللي غادي من خلال تواكب هذا المشروع. اذا بالمجموع عندنا 85.5 مليار ديال الدرهم اللي غادي جزء منها ما غاديش يخرج من المغرب، جزء اخر غادي يدخل من المغرب، لان غادي نبيعوا مواد اللي تصنعت باليد العامله المغربيه. إذن هذا المشروع عطى هذه النتائج ديالو، كنتمناو أن في المستقبل يعني المغاربة خاطر النفس راه موجودة، الكفاءات راه موجودة، أنتم كتشوفوا المغاربة كيبغيو يشتغلوا، راه يعني كيقدوا يصنعوا أجزاء الطائرات منهم المحركات، كيصنعوا مسائل تقنية عالية جدا. فلهذا كنتمناو أنه في هذه المشاريع اللي الشباب يشوفوهم واحد الاهتمام، يعطوهم واحد الاهتمام، لان كيعطوهم فرص ديال الشغل في مستوى اللي هو راقي اللي يمكن لهم يكونوا مرتاحين فيه. اليوم ولو وصلنا لهذ النتائج درنا 75 مشروع جديد اللي هما فوق هاد 85 مليار اللي غادي يمكن اللي بغى يستثمر في المغرب يشوف هذه المشاريع. فيهم مشاريع اللي هما مهمة، وفيهم مشاريع صغرى، ومشاريع صغرى جدا صغيرة جدا، يعني باش يمكن كل مغربي بغى يستثمر في بلادو يلقى كيفية باش يديرها. حنا راه الإشارة باش يمكن نوفقوا هذه المشاريع والناس اللي بغاو يستثمروا في بلادو.